أطلقت محافظة شمال سيناء خطوط سير أتوبيسات جديدة لخدمة الأهالي والمواطنين في مناطق وسط سيناء، ومن المقرر أن تنطلق الأتوبيسات بواقع رحلتين يوميا كمرحلة أولى لخدمة أهالي وسط سيناء من المواطنين والعاملين بالتربية والتعليم وباقي المصالح الحكومية. وتعد تلك الخطوة نقلة غير مسبوقة في قطاع النقل لتسهيل الحركة والانتقال على أبناء سيناء، مما يدعم التنمية في وسط سيناء. طبعا يعني من دواعي الفخر والسرور ان اليوم النهارده ان شاء الله تعالى بامر الله بيتم تدشين وبدء تشغيل خطوط اتوبيسات المنحه الامريكيه لخدمه المواطن السيناوي وخصوصا منطقه وسط سيناء. طبعا كلنا عارفين ان منطقه وسط سيناء المشروع ده هو بادئ كمرحله اولى بعشر اتوبيسات خطوط كالاتي: اولا خط الحسنه العريش، خط الحسنه نمره 6، خط نخل العريش، وخط نخل النفع. هنا دول أربع أتوبيسات، دول هينطلقوا من الوسط، 2 هينطلقوا من الحسنة و2 هينطلقوا من النخل، والستة الباقيين هينطلقوا من مدينة العريش. طبعا الأتوبيسات كلها هتتحرك من نقطة الانطلاق، سواء من الحسنة هيجي العريش أو من العريش هيروح الحسنة أو نخل والعكس برضو، ومن العريش الشيخ زويد والروضة هيكون الساعة 7 ما عدا الأتوبيس اللي هو هيتحرك، لأن طبعا الأتوبيسين الاثنين الأتوبيس اللي تم توفيرهم للحسنة والنخل، واحد منهم هيجي من الحسنة للعريش هيطلع الساعة 7، وواحد هيجي من نخل اللي هيبات في نخل. يعني النهاردة هنسلم أتوبيسين، أربع أتوبيسات، 2 للحسنة و2 لنخل، واحد منهم اللي هو بالنسبة للحسنة واحد هيشتغل من الحسنة للإسماعيلية معدية نمرة 6، والنخل نفس الحوار، أتوبيس هيشتغل من النخل لنفق السويس، وواحد هيتحرك من نخل هيجي العريش.